شيخ نديم الجميل، اهلا وسهلا فيه. اهلا فيك. شو بدنا نقول لك؟ الثائر في كتلة القوات اللبنانية. أو شو؟ لا يعني كنا عم نسمع الثابت في الكتائب وفي كتلة الكتائب اللبنانية. أنا قلت الثائر لا يعني إنه ما راح يكون ثابت، يعني كنا عم نسمع إنه أنت كنت إذا بدك رأس حربي ضد أي مشاركة كتائبية قبل ما نفوت إلى القضايا السياسية، إذا كانت هذه العناوين السياسية التي يؤمنها ميقاتي تسمح للكتائب بالانضمام قبلها. أول شيء أنا ما كنت ضد مشاركة الكتائب بالحكومة، أنا كنت ضد مشاركة كل 14 أذار بالحكومة. هيدي أنا بالنسبة لإلي كان موقف مبدئي، مش بس بالنسبة للكتائب، بالنسبة لكل 14 أذار. والكتائب أنا بالنسبة لإلي ضمن 14 أذار أكيد. فاليوم طب ليش؟ بالمبدا يعني كان يبحث عن ارضيه، اليوم حتى 14 اذار والرئيس امين جميل يبحثوا عن ارضيه لدخول الكتائب و14 اذار ضمن حكومه ميقات، انت بالمبدا ضد، ليش؟ بالمبدا ضد لانه تراكم الوضع السياسي والامني اللي صار بالبلد ادى للشيء اللي نحن وصلنا له اليوم، يعني ضغط وجود السلاح، تهويل والتهديد بالسلاح، قلب اراء نواب من الفريق الاخر الى من فريق الى فريق اخر، كل هالامور هيدي تبين انه على الارض حاولوا يعملوا انقلاب سياسي بامتياز، صحيح يمكن بشكله اخذ كل الاشكال الدستوريه اللي لازم تتاخذ، ولكن بالمضمون كان في واضح، كان في ترهيب لنواب، وحتى ما بدي اقول يعني انه صار في ضغط او ترهيب على الرئيس ميقاتي، بس حتى الرئيس ميقاتي بعد لهلا في نقطه استفهام لهلا بعد ما فهمناها مزبوط. على احد التلفزيونات بيقول نهار الجمعه كنت انا داعم الرئيس الحريري لرئاسه الحكومه، ومن ثم نهار السبت الصبح غيرت فكري وترشحت انا ودعمتني المعارضه. طيب شو اللي صار بين نهار الجمعه ونهار السبت تغير رايه الرئيس ميقاتي؟ هل انا بفهمه يعني كسياسي وبالسياسه بينفهم انه صار في ضغوط عليه تغير رايه تهو يترأس هالحكومه، لانه كلنا عارفين انه مجيء عبد الرحيم مراد او عمر كرامه سيؤدي الى يعني مواجهه كثير قويه بالشارع. اختيار نجيب ميقاتي لترأسه هالحكومه الجديده هو بدون شك خيار ممتاز، اول شيء الشخص ممتاز، واجهه عالميه اقتصاديه وماليه بالعالم مقبول كثير، حتى بفريق 14 اذار وهو ضمن فريق 14 اذار مقبول جدا، ومقبول حتى من طرف حزب الله وسوريا ومدعوم من سوريا وحزب الله. فانا اليوم اللي عم بقوله انه مجيء الرئيس ميقاتي هو يعني بمعنى اخر وصول سوريا وحزب الله الى الحكومه بضغط مباشر على الرئيس ميقاتي، هيدا انا اللي شايفه. فنحن من هون عم نسمي هيدا الشيء انقلاب واضح، انقلاب على ثوابتنا و يعني كان مثل ما حكيت يا شيخ، لكن كان ممكن لسوريا وحزب الله ان يستلموا السلطه في لبنان مثل ما انت حكيت عن طريق الرئيس عمر كرامي مثلا، وهذا انتم يلي كنتم متخوفين منه او اي شخصيه سنيه اخرى. اول شيء يعني بدي اقول لك بس شغله، خطه السياسي واضح، بدي اقول لك شغله، اذا تسمى بوقتها او قررت المعارضه بوقتها يعني 8 اذار يسموا عمر كرامي او اي شخص اخر، كان بالقليله نجيب ميقاتي وكتله طرابلس كانوا بالقليل صوتوا مع 14 اذار، كنا هون مأمنين تقريبا 64 كنا مأمنين الايجاليتي بين الفريقين، بس بقلبت نجيب ميقاتي الى الفريق الاخر صار في الاكثريه صارت معهم، بطل نحن عندنا ال 64 صرنا ب 62. يعني 8 اذار اعتمدت مبدا الاكثريه العدديه وليس الاكثريه السياسيه. ما فهمت شو الأكثرية السياسية، يعني الأكثرية باتوا في خط السياسي لحزب الله وحلفاء، الأكثرية العددية مجرد تعدد فريق 8 أصوات النواب لإسقاط الرئيس سعد الحريري.
هو مش بس لاسقاط سعد الحريري، يعني هون كمان في شغله كثير كثير غلط. يمكن كمان نحن يعني 14 اذار جزء منا صورناها بهالطريقه، ولكن هي كان شغله كثير غلط، انه نحن اعتبرنا وكانه 14 نحن معركتنا هي لمجيء سعد الحريري. لا ابدا، نحن معركتنا هي لبناء دوله، واليوم شايفين انه الفريق الاخر يريد تدمير هيدي الدوله. هلا اليوم نحن بنشوف انه سعد الحريري او اي شخص سني من فريق 8 بتعينه وبتقرب تتفق عليه 14 اذار يشكل هو الحكومه ويمشي فيها، نحن بنكون ماشيين فيها. طب ليش ضليتوا متمسكين بسعد الحريري؟ ليش مثلا ما ذهبتوا الى الخيار التوافقي من خلال الرئيس نجيب ميقاتي؟ يمكن كان لازم بالاساس يكون في توافق على شخص معين، ولكن المعركه كانت هالقد قاسيه، والمعركه كانت هالقد على مبدا واضح يلي هو دعم او عدم دعم المحكمه، انه ما فينا نفوت باي شخص توافقي ولا فينا نفوت بشخص يقدر يساوم على 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 المسلمين. هل برايك 14 اذار بهيدي النتيجه تكتيكيا؟ بس خلينا نرجع على نقطه اساسيه، هي انه نحن اليوم اذا كنا بوضع بنظام طبيعي وما في مشاكل ابدا، ونعم نحكي بتغيير حكومه الى تغيير حكومه اخرى بامور طبيعيه، والنظام يعني عم نتشاور على مشاكل اقتصاديه او على مشاكل اجتماعيه ونشوف كيف بدنا نحل مشاكل العالم، يمكن. بس هيدي الحكومه ما لنا جاي تحل مشاكل العالم، الحكومه اللي هلا عم تتالف ما لنا جاي تحل مشاكل العالم، اذا ما لنا جاي توطي سعر البنزين، ما لنا جاي تلاقي شغل لكل المواطنين اللبنانيين، مش هيدي شغلتها، جاي تلغي المحكمه الدوليه، وجاي تثبت سلاح حزب الله انه هو اليوم حزب الله وسلاحه بيقدر يقرروا يلي بدهم اياه بالدولة اللبنانية. هيدي المشكلة اللي نحن عم نعاني منها. لكن الرئيس ميقاتي كان واضح، لا أحد بعده عم بيكرر، لا أحد يستطيع إلغاء المحكمة الدولية. وحتى إذا كان بدنا نلغي العلاقة اللبنانية مع المحكمة الدولية تتطلب إجماعا وطنيا، وهذا هو ربما الكلام يلي سمعتوه من خلال الاستشارات التي أجراها بساحة النجمة، وشفناه ضمن هذا الاشتراك هذه الاستشارات. استاذ فادي، اليوم أنا بقدر كثير الرئيس ميقاتي، وبلاقي انه شخص يعني ممتاز وعنده كل الكفاءات يقدر يكون رئيس وزارة بأحسن الظروف، ولكن اليوم الظرف كتير صعب، واليوم الظرف بيتطلب موقف واضح وصريح وبدون اي شبهات عليه. اليوم اللي عم نشوفه انه الرئيس ميقاتي من وقت ما تكلف لليوم بعد ما شفنا منه موقف واضح بموضوع الحكومة، كلنا بنعرف وكلنا بنقول، وحتى سعد الحريري بوقتها كان رئيس وزارة كان يقول انه بدنا نحل المشكلة على طاولة الحوار. طيب مين عطل طاولة الحوار؟ مين ما كان يجي على طاولة الحوار تنحكي بالسلاح؟ مين كان بده يفتح موضوع شهود الزور على 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 طاولة مجلس الوزراء وما كان يخلي مجلس الوزراء يجتمع؟ طيب انا سؤالي اليوم، وهيدا موقف للرئيس ميقاتي، هل رح يدرج كبند اول بأول مجلس وزراء إذا تشكل مجلس وزراء وانعقد إلى ما هنالك، رح يدرج موضوع شهود زور على طاولة مجلس الوزراء؟ وإذا منبت من عطل البلد أو رح يمرقوا له إياها؟ اليوم المشكل إنه في موقف صريح وواضح بعد ما حصلنا عليه. صحيح انه عم بيقول بدنا نحل المشاكل على طاوله مجلس، نهار على طاوله مجلس الوزراء، نهار على طاوله الحوار، نهار بمجلس النواب، نهار بالاجماع. هيدا الاجماع ما بنعرف شو اجماع اللبنانيين، اجماع مجلس النواب، اجماع مجلس الوزراء، ما بنعرف شو هو. بس ولكن بدنا نحله بالاجماع على راسي. بس نحن بنعرف اليوم انه حتى موقف من رئيس الحكومه ما بيلزم الحكومه كلها، وهو صوت من اصل 30 اذا هالحكومه رح تكون 30. فبس هيدا الصوت نحن لهلا بعد ما سمعناه، ومن هون نحن مترددين جدا بالدخول الى الحكومه. نحن سقطوا الحكومه لانه الحكومه ما كانت عم تعطيهم اذا بدك الامكانيه لاسقاط المحكمه الدوليه. اليوم سقطوها لهيدي الحكومه مش تيجيبوا حكومه ثانيه بس فقط تمرق امور الناس وتشتغل على 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 لمصلحه العالم، جيبوها تتسقط محكمه. هيدا هو الموقف، او نحن بدنا ندخل بهيدي الحكومه ونكون شاهدين على اسقاط المحكمه، او نحن من الاساس ما لازم نفوت فيها. اذا مفكرين انه فايتين كرمال نحصل رخصه من هون او رخصه من هنيك او خدمه من هون او خدمه من هنيك، نحن عم نحط فعلا عم ننهي حياتنا السياسيه.
نحن منا ناطرين من الحكومة أي خدمة، ومنا ناطرين أي تعيين مدير عام أو موظف أو إلى ما هنالك. يلي مفكر أنه رح يفوت على هالحكومة ويعتبر أنه إيه بدنا نشارك لأنه في تعيين أكثر من مدري كم مدير عام ومدري كم موظف وبس ناخد حصتنا، بيكون عم بيخطأ خطأ كبير. طيب. نحن عشنا 15 سنة بالمعارضة، وعشنا 15 سنة بالنضال ضد الاحتلال السوري، وبعدنا نحن مستعدين اليوم نرجع ندخل على المعارضة ونناضل ونقاوم. طيب. الاحتلال. طيب. السلاح يلي هو اليوم عم ينفرض علينا. طيب الشيخ نديم، برأيك هل هناك بصراحة لو سمحت في رأيين مختلفين بالسياسة طبعا في حزب الكتائب حول الدخول بالحكومة؟ في يعني في وجهات نظر مختلفة بالحزب، ومش بس بموضوع الدخول او عدم الدخول على الحكومة. انا اليوم منه موضوع اذا بدك في بكل موضوع او بكل قرار بده ياخده المكتب السياسي وحزب الكتائب في نقاش بصير، وهيدا الديمقراطية. نحن مثل ما منريد انه يكون في بالدولة اللبنانية حزب واحد عم بيقرر عنا وعم بيفرض عنا علينا كل قراراته، بقلب حزب الكتائب كمان نحن منرفض انه يكون في رأي واحد. نحن في عنا عدة اراء، نقعد على طاولة مكتب السياسي منتشاور منتناقش، كل واحد بيعطي رأيه، كل واحد بيقول شو اللي بهمه، وعلى هيدا الاساس مكتب السياسي بياخذ قرار. نهار اللي بياخذ قرار كلنا بنلتزم فيه، ولا حد هلا بفتكر انه كنت كثير واضح انه بكل القرارات اللي اخذهم مكتب السياسي التزمت فيهم ومشيت فيهم الى النهايه. ان كان هيدا القرار بينسجم في بعض، ربما يعني بعض القرارات انت انسجمت فيهم اذا بدك يعني التزاما بس بقرار مجلس المكتب السياسي. كيف يعني؟ مش عن اقتناع أو مش بالضرورة، مش بالضرورة يكون في اقتناع، بس ولكن أنا ملتزم بهيدا الحزب وملتزم بالقرار اللي بياخده مكتب السياسي. ولحد هلا بقدر أقول إنه أكترية القرارات بمكتب السياسي ممكن يكون اتجاههم أكتر أو منسجم معهم أكتر. لكن نقل عنك إنك حذرت بالاستقالة. أبدا. بتنفي هذا الموضوع؟ أنا ما بنفي أبدا، لأن هذا الكلام ما صدر عني، ما بعرف مين جرب يطلعه. أنا اللي قلت رأيي بوضوح، وأنا بلتزم بكل مقررات مكتب السياسي، والاستقالة منا وارد ولا اليوم ولا بكرة. أنا اليوم ملتزم بحزب وبناضل فيه لأقصى حد، لأن أنا مأمن بهذا الحزب ومأمن أنه هذا الحزب بيقدر يرجع يرفع يحمل كل هموم الناس، وخاصة المبادئ الأساسية اللي نحن بنحلم فيهم. كتير منيح. طيب شيخ نديم، هناك يعني قنوات تواصل كتير عريضة إذا بدك بين الرئيس ميقاتي والرئيس أمين جميل، في حراك عم بيقوم فيه الرئيس جميل باتجاه الرئيس ميقاتي، وين منحطه اليوم وكيف تنظر إليه؟ هل يستطيع إيجاد هذه الأرضية السياسية لإدخال 14 أو لدخول 14 أدار إلى الحكومة؟ الرئيس جميل قام بعمل كتير جبار، يعني انه اول شيء يقوم يقنع فريق 14 أذار بمحاولة مد اليد الى الرئيس ميقاتي ويحط الطابة بالكرة عنده. انه نحن اليوم عندنا ثلاث هواجس، الهاجس الاول هو سلاح حزب الله، نعم، الهاجس الثاني هو المحكمة الدولية، والهاجس الثالث هي العلاقات بين لبنان وسوريا. نحن اليوم اعتبرنا انه قبل ما نفوت بهالحكومه وخلينا نعطي المجال الى اقصى حد، ما حدا يجي يقول لنا انه انتم ظهرتوا وانتم استقلتوا وانتم حق عليكم والى ما هنالك. جينا قلنا خلينا ناخذ الاحتياطات الى اقصى حد ونروح نحكي مع الرئيس ميقاتي تما نقول انه مخي ما جربنا، وتما يقول لنا هو بعدين انه انتم ما جيتوا حكيتوا معي وما قلتوا لي شو مطالبكم، يمكن واحد اذا بيسمع بغير رايه. قلنا نحن خلينا نروح على الاستشارات وخلي الرئيس جميلي يروح يحكي معه مباشرة ويقول له شو وجهة نظر كل 14 أذار وحزب الكتائب بالذات، ويقول له هيدي وجهة نظرنا وبدنا أجوبة عليها. بعدنا لليوم أنا لا معلوماتي، بعدنا لليوم ما حصلنا على ولا جواب واضح بهالأمور. طيب كيف بدك إياه نشارك بحكومة نحن بنعتبرها سياسية بامتياز ومصيرية بامتياز اليوم بعد ما في موقف واضح ولا من المحكمة ولا من السلاح؟ موضوع سوريا بنحطه شوي على جنب.